قشاوير زايا وبألمهم خط طويل ما أقسى إحجايا فاطمة وي فاطمة جد قشاوير وبألامهم خط طويل أقسى إحجايا فاطمة الأولى علي حسرتي عليها ظلت تونول الحزن يكتب أشد آية على أبوها حزينة ودمعتها سخينة وعلي فاطمة وهي فاطمة جد قاسى ورزايا وبألامهم خط طويل أقسى إحجايا فاطمة الأولى أشد آية فاطمة وي فاطمة قد قاسى ورزايا وبألامهم خط طويل أقسى إحجايا فاطمة الأولى علي حسرتي عليها ظلت تونوي الحزن تكتب أشد آية على أبوها حزينة ودمعتها سخينة على أبوها حزينة ودمعتها سخينة وعلي خلاها وسفا في أرض فاطمة وي فاطمة قد قاسى ورزايا وبألامهم خط طويل أقسى إحجايا فاطمة الأولى علي حسرتي عليها ظلت تونوي الحزن
اكتب اشد آية على ابوها حزينة ودمعة كنا فاطم ثانية نادي الحزن ثوبي من بعد ما غاب ابو زادت كروبي قلا والله ما لف عارش يا محبوبي بس اضل اتمنى تنفيبه يا مطلوبي كنا فاطم ثانية نادي الحزين ثوبي من بعد ما غاب ابو زادتي كروبي الى الكاظم له فا ودمعة شغوفا إلى القاضي شغوفا ودمعة شغوفا يلا والله ما لفتارش يا محبوبي بس أظل أتمنى تلقي يا مطلوبي جنة فاطم ثانية نادي الحزين ثوبي من بعد ما غاب ابو زادتي كروبي قلنا والله ما لفقاريش يا محبوبي بس اضل اتمنى تلقي ما مطلوبي شن فاطم ثانية تعدي الحزين ثوري من بعد ما غاب ابو زادتي ثوري فاطمة وي فاطمة اشبد قاسة ورزاية بألامهم خطوا أقسى حجاية فاطمة الأولى علي أسرتي عليها ظلت يتون والحزن تحتيب أشد آية على أبوها حزينة ودمعة علينا فاطمة ضلت
اشوفها قبال غادي يدفي ظنها خمسة وعشرين من رجب يوم المسرة من رجب يوم المسرة لأنهم يشوفون الجنازة طلت وأربع حمامين بهم تعلق لأنهم يشوفون الجنازة طلت وأربع حمامين بهم تعلق وحطوها حسرة بالجسر وظلت تنظرها هالناس والدمعة صلت بحزنها ضجت وخايب هالإحساس يقول واحد ينحي من الحراس إمام الرافضة هذا الناس وظلت شيعته تطم على راس وظلت شيعته تطم على راس